يعني اليوم ومنذ ساعات الفجر تبدو التطورات متسارعة في جنوب القطاع من حيث عمليات القصف الجوي والمدفعي وتنفيذ استهدافات متعددة في كلا المدينتين. لو بدأنا من مدينة خان يونس منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة أصوات الانفجارات لم تتوقف عن هذه المدينة، خاصة في المناطق الشرقية التي تتعرض إلى كم كبير من القذائف المدفعية التي تطلقها المدفعية الإسرائيلية المتواجدة في محيط معبر صوفا، بالإضافة إلى المدفعية المرابضة على في مرابضها في منطقة السياج الحدودي شرق بلدة خزاعة. القصف شديد جدا، انفجارات في تستهدف منازل المواطنين، تستهدف الأراضي الزراعية، مع تواصل عمليات إطلاق النار على طول المنطقة الحدودية الشرقية لمدينة خان يونس، بدءا من منطقة الفخاري، منطقة الإطعيمات، أبو ريدة، خزاعة، منطقة عبسان الكبيرة، وصولا إلى منطقة القرارة. كل هذا الشريط يتعرض وما زال حتى اللحظة إلى عمليات قصف مدفعي عنيف، بالإضافة إلى تنفيذ الطائرات المسيرة الإسرائيلية. صباح هذا اليوم غارة استهدفت أحد المواطنين كان يسير على دراجة هوائية في منطقة شارع 5 في المناطق الشمالية الغربية لمدينة خان يونس، تحديدا شمال حي الأمل، مما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني وتم نقله إلى مجمع ناصر الطبي. أما في مدينة رفح فالأوضاع أكثر سخونة وصعوبة بفعل استمرار الانفجارات العنيفة والكبيرة على مختلف مناطق رفح، تحديدا المناطق الغربية التي تشهد في هذه الساعات عمليات قصف مدفعي عنيف جدا على كل المناطق الغربية: البركسات، الشكوش، الحي السعودي، حي تل السلطان، وأيضا المنطقة الواقعة ما بين وسط مدينة رفح والمنطقة الغربية، وهي يعني مناطق تتعرض إلى عمليات قصف مدفعي عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية مع تقدم الدبابات الإسرائيلية إلى في محيط هذه المناطق. أما في وسط مدينة رفح فالأوضاع على حالها: قصف مدفعي، نسف لمنازل، عملية إطلاق نار من قبل المروحيات الإسرائيلية، تقدم للآليات ودخولها إلى بعض الشوارع وأزقة وسط مدينة رفح، الشابورة، مخيم يبنى الذي يتعرض حتى هذه اللحظة إلى عمليات قصف عنيفة، مخيم يبنى، البرازيل، منطقة دوار العودة، الدوار الشرقي، الجوازات، يتعرضان هذه المناطق تتعرض إلى عمليات قصف جوي ومدفعي عنيف من قبل الآليات الإسرائيلية التي تقوم أيضا بعمليات إطلاق النار على منازل المواطنين وعلى كل شخص يعني يتحرك أو يرى بالعين المجردة. أيضا عمليات القصف المدفعي ما زال متواصلا على المناطق الشرقية لمدينة رفح، الحديث تدور عن وجود عدد من الإصابات، لكن لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين من أجل إنقاذهم. تم انتشال أيضا أحد الشهداء الذي تعرض إلى عمليات القصف الإسرائيلي في منطقة الحشاشين في شمال مدينة رفح، وأيضا هناك عدد من الإصابات أيضا لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال هؤلاء الجرحى. بشكل عام هناك تقدم للآليات الإسرائيلية منذ يوم أمس في منطقة تلة أبو عطايا، هذه المنطقة تشرف على منطقة البركسات ومنطقة الشاكوش ومنطقة الحشاشين، تقوم بعمليات إطلاق النار والقصف على منازل المواطنين في المناطق الغربية من مدينة رفح، وكذلك الحال في منطقة العزبة ودوار العلم. ما نستطيع أن نقوله في رفح أن مناطق رفح من الطريق الساحلي، طريق شارع الرشيد وحتى منطقة الشوكة في شرق رفح، كل مدينة رفح